بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبدأ في شرح الوحدة الأولى من كتاب Foundations of Computer Science لتخصص Web Design and Information Technology. هذا الكتاب يستعرض، أو هذه الوحدة تستعرض بعض العناوين الرئيسية في مجال عرض التيورينج موديل في البداية، وبعدها فون نيومان موديل وكمبيوتر كومبوننتس، كومبوننت الكمبيوتر الأساسية، هيستوري عن بداية أجهزة الكمبيوتر كفكرة وكيف تطورت إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه الآن في عالمنا الحاضر، وبعض السوشيال أند إيثيكال إيشوز سنشرحها إن شاء الله ونوضحها بشكل تفصيلي. Computer Science as Discipline اللي هو كيف أصبح التخصص في الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر من العلوم الحيوية الأساسية في حياتنا. Objectives اللي المفروض يكون الطالب صار أوير فيها، هيكون في نوع من التعرف على، أو الطالب سيصبح قادر على التعرف على Turing Model of Computer. تيورينج طبعا هو اسم العالم اللي اقترح هذا التصور أو هذه الفكرة. أيضا فون نيومان برضو نفس الشيء، هذا اسم شخص أو عالم. فون نيومان موديل أوف كمبيوتر، سيكون الطالب متعرف على هذا النموذج. سنقوم بشرح أو وصف 3 components of computer اللي هي Hardware, Data and Software. سيكون الطالب قادر على أنه يتعرف على Topics related to Computer Hardware, Topics related to Data, Topics related to Software. نعمل Discussion مناقشة على Some of Social and Ethical Issues related to the Use of Computers، بعض الأخلاقيات في استخدام الكمبيوتر، وهنعطي Short History of Computers. بداية نتحدث عن تيورينج موديل. تيورينج موديل هذه كانت فكرة قديمة جدا في الثلاثينات من القرن الماضي. طبعا هذا الفكر اعتمد بشكل أساسي على أنه الكمبيوتر acts as black box that accepts input data, process data and creates output. ببساطة شديدة جدا كما نرى في البلوك دايجرام اللي أمامنا، إنه الكمبيوتر بتعامل معه إنه كأنه صندوق أسود. يعني كلمة صندوق أسود هنا تعني إننا لا نريد الخوض في تفاصيل المكونات الأساسية، إنما سنتعامل مع هذا النظام على إنه بيستقبل بيانات ويقوم بمعالجتها، وبعد المعالجة هذه يقوم بإخراج البيانات هذه معالجة. طبعا البيانات بعد المعالجة عندنا في عالم الكمبيوتر بنسميها معلومات information. ببساطة شديدة جدا يعني يقوم الكمبيوتر باستقبال بيانات، يقوم بمعالجتها ويخرجها على شكل معلومات. هذا كان فكر أساسي في الكمبيوتر دون الخوض في تفاصيل المكونات وكيف يعمل وكل الأمور هذه. بعد هيك بتكلم عن الـ idea of universal computational device was first described by Alan Turing in 1937. يعني الرجل هذا اشتغل هذا الموضوع أو حط هذا التصور أو هذه الفكرة سنة 37. He proposed that computation could be performed by a special kind of machine now called Turing machine. طبعا هو اقترح هذا التصور لعملية الحساب بالكمبيوتر أو الحساب من خلال هذا المكون، يعني بشكل إنه يسمي هذه المشين، لأنه ما كان في حاجة اسمها كمبيوتر، بيسمي هذه المشين إنه موديل، والموديل هذا نسب إلى هذا الشخص فصار اسمه تيورينج مشين. بعد هيك تطور هذا المفهوم وأصبح
إنه الكمبيوتر ممكن يدار أو يتم التحكم به من خلال ما يسمى بروجرام. فبروجرام التيورينج موديل is a better model for general purpose computer. بدنا نشرح بعد هيك اللي هو معنى كلمة general purpose و special purpose. باختصار general purpose اللي هو نستخدم الكمبيوتر أو الحاسوب أو المشين أو أي device في أغراض عامة. أغراض عامة يعني إنه ينفع في مجالات متعددة. special purpose زي ما مر معنا إنه بيستخدم في أغراض خاصة، يعني بيكون مخصص لمصنع معين، لشركة معينة، بيكون مخصص لأداء مهمة محددة فقط دون أنه يقوم بمهام أخرى. لكن زي الحواسيب اللي أمامكم اللي بتستخدموها في البيوت، هذه تعتبر general purpose لأن أنت ممكن تستخدمها في معالجة النصوص، ممكن تستخدمها في إعداد جداول إلكترونية، ممكن تستخدمها في التحكم في مصنع، ممكن تستخدمها في عدة مجالات، عشان هيك بنسميها general purpose. The model adds an extra element to the specific computing machine. طبعا هنا أصبح في إضافة زي ما أنتم شايفين في الديجرام أمامكم، إنه في عنا كلمة program تم إضافتها as element في هذا الموديل. يعني أصبح في عنا مش بس input data وcomputer وoutput data، لا في عنا كمان أصبح الآن كلمة computer. طبعا إحنا بنتسلسل من زمان، يعني الآن هذه الأشياء كلها موجودة في الأجهزة اللي معانا. إحنا بنقول كيف الدنيا تطورت، كيف أجى الفكر. ما كان في حاجة اسمها بروجرام في البداية، كان بس في يعني بشين تأخذ بيانات وتطلع معلومات على حسب سيكونس معين أو تسلسل معين. الآن لما أصبح في برنامج فاختلف المفهوم، لأنه برنامج عبارة عن إيش؟ البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر set of instructions that tells the computer what to do with data. يعني هو هنا معنى مش انه بيقول للكمبيوتر لا، هو بيوجه الكمبيوتر كيف يؤدي المعالجة على البيانات اللي تم ادخالها بواسطة اجهزة الادخال. فالبرنامج عبارة عن مجموعة من الاوامر التي تتحكم في اداء الكمبيوتر وتوجهه في موضوع معالجة البيانات حتى تصبح هذه البيانات معلومات. فالآن أصبح الكمبيوتر يدار بواسطة برنامج. طبعا في عنا أمثلة إنه يعني عشان يفهمنا إيش كلمة برنامج. فلو كان في عنا برنامج واحد، برنامج هذا فيه أمر اسمه سورت. سورت معناها يرتب. البرنامج بالمدخل في الصورة الأولى عندي 3 و12 و8 و22، هذه البيانات المدخلة في الحالة الأولى. لو استخدمنا نفس البرنامج ونفس الانستركشن على الكمبيوتر على هذه البيانات، تمام، هيرتبها على الطرف الآخر 3 8 12 22. نفس البرنامج استخدمناه مع داتا مختلفة زي 14 6 8 12، لما نستخدم نفس البرنامج ونفس الانستركشن هو السورت، هنرتبها على الطرف الاخر 6 8 12 14. بمعنى هو هنستخدم انه نفس البرنامج وغير في الداتا وطبعا طلعت عنده نتائج مختلفه. وهذا المنطق السليم، يعني هو بس كان بدي يعطيك فكره كيف ممكن البرنامج يستخدم لاكثر من حاله. الحاله الثانيه انه استخدم برنامج متعدد الأوامر، يعني في عدة أوامر ودخل عليه نفس البيانات. في الحالة الأولى نفذ عليه أمر سورت، نفذ على البيانات المدخلة أمر سورت اللي هو الترتيب. طلع عنده دخل 3 12 8 22، طلع عنده 3 8 12 22 بعد الترتيب. بقى العملية اللي بعدها اللي هي كانت عملية الآد. آد معناها الجمع، يعني نفذ بعد عملية السورت عملية جمع، أو كانت بشكل معين موجودة هذا الأمر داخل البرنامج. فلما نفذها على البيانات اللي هي 3 12 8 22، جمع البيانات هذه كلها مع بعض، طلع على الطرف الآخر الحاصل الجمع تبعهم اللي هو 45. الحالة الثالثة والأمر الثالث
في البرنامج اللي هو الفايند سمولست. فايند سمولست معناه يبحث عن أصغر رقم موجود في البيانات المدخلة اللي هي 3 و12 و8 و22. طبعا من الواضح أنه أصغر رقم اللي هو 3. فالبرنامج هنتعامل مع نفس البيانات بس بأشكال مختلفة أو بأوامر مختلفة، وبالتالي طلع نتائج مختلفة. في الحالة الأولى كان نفس برنامج بس الداتا هي اللي بتختلف، وطلع عندنا برضو نتائج مختلف. طبعا هذا هو المنطق في المعالجة الأساسية لأي برنامج في الدنيا وأي مفهوم برمجة له علاقة بالكمبيوتر. Universal Turing Machine. الآن إحنا بدنا نعرض بعض الخصائص. طبعا هذه كلها كانت افتراضات موجودة من قبل تيورينج، هذا الشخص اللي سنة 37 زي ما حكينا كان عنده، هذه عبارة عن افتراضات وكان أفكار بده ينفذها. فاستكمال لهذه الأفكار والتفاصيل تبعتها، Universal Turing Machine، Machine that can do any computation. تعريف التيورينج ماشين أو Universal Turing Machine إنها عبارة عن ماشين أو آلة that can do any computation. هذه الآلة تستطيع تعمل أي نوع من الحسابات if the appropriate program is provided. إذا كان هناك برنامج صالح أو برنامج مناسب لهذا العمل، يعني إذا احنا حضرنا برنامج مناسب هذه الماشين تستطيع تعمل أي عملية حسابات. كان هذا بالنسبة لنا كان the first description of a modern computer. Was the first description of a modern كمبيوتر. هذا هو الوصف الأولاني للكمبيوتر الحديث بالنسبة لهم. It can be proved that a very powerful computer. طبعا هذا ممكن يكون أو يمكن إثبات أنه هو أفضل كمبيوتر موجود. And the universal Turing machine can compute the same thing. Turing machine تستطيع أنها تعمل كأفضل وأقوى بالكمبيوتر موجود. طبعا هذا التصور اللي كان على أساس يثبت عن الكمبيوتر في بداياته ويثبت لنا المكونات الأساسية اللي في هذا الموديل اللي هي الداتا والبروغرام والكمبيوتر والأوتبوت اللي هي الانفورميشن. We need only provide the data and the program. طبعا احنا محتاجين كناس هتستخدم هذا الماشين ان نوفر البيانات اللي احنا عايزين نعالجها ونوفر البرنامج المناسب لهذه البيانات. The description of how to do the computation. طبعا هذا الكلام اللي هو عبارة عن وصف لامين لكلمة برنامج. طبعا الجملة على بعضها we need only provide the data، لازم احنا نوفر البيانات اللازمة، and the program. The program أي واحد اللي هو the description of how to do the computation، البرنامج اللي بيوصف كيف بدها تتم عملية الحسابات to either machine، لأي ماشين لأي آلة. In fact, universal Turing machine is capable of computing anything that is computable. يقول لك في الواقع إنه التيورينج ماشين، آلة التيورينج هذه تستطيع أن تعمل أي عمليات حسابية. طبعا هذا الفكر تطور من خلال العالم فون نيومان ووضع تصور أو وضع موديل سنة 1944. فكر الموجود هنا computers built on the Turing universal machine stores data in their memory. طبعا هنا الإضافة في إضافة أساسية ما كانتش موجودة في التيورينج موديل، أضافها فون نيومان إنه أصبحت ما كان في الكمبيوتر أي نوع من الذاكرة الموجودة داخل الجهاز، كان كل إشي بيتم إضافته من الخارج. ففون نيومان وضع إلمنت أو مكون أساسي في هذا الموديل اسمه ميموري، وتكون داخل الجهاز.
طبعا هذا التصور وهذا الفكر كان سنة 1944، ما بين 44 45. فجون فون نيومان هذا الشخص proposed that اقترح since program and data are logically the same programs should also be stored in the memory of a computer. طالما أن البيانات والبرامج تعتبر بشكل منطقي متشابهة وزي بعض، لأن كلها تتمثل بنظام الثنائي إن شاء الله هنشرحه تفصيلا، اللي هو بتتكون من لوجيك 0 and 1 0 1، حتى البرنامج بيتم تحويله في النهايات إلى 0 1. وكان في البداية حتى لغات البرمجة بهذا المنطق، يعني كان البرنامج يكتب بلوجيك 0 1 اللي كان يسموها لغة الآلة، وبالتالي يعني منطقيا انه البرامج والبيانات تعتبر نفس التمثيل ونفس المنطق، فممكن انه تتخزن في نفس الذاكرة الموجودة في الكمبيوتر. فوضع هذا التصور وأصبح في مكون داخلي في الكمبيوتر اسمه ميموري من خلال فون نيومان موديل. Every computer today is based on the von Neumann model. هذه جملة مهمة جدا، انه كل الكمبيوتر كل الفكر تبع الكمبيوتر، كل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في واقعنا الحالي حتى الأيام هذه مبني على الفون نيومان موديل. ليش؟ لأنه هو أصلا بيعتمد على ثلاث أفكار رئيسية. أولا أنه بيعتمد على أن يكون في عنا four subsystems، يعني أي نظام بيحتوي على المكونات الثلاثة التالية يعتبر يتبع فكر فون نيومان. طبعا نتكلم عن أجهزة الكمبيوتر. فأول مكون أساسي أو فكرة أنه يكون four subsystems، هنشرح بعد شوي إيش يعني four subsystems. وهيكون في مفهوم stored program concept، عملية تخزين البرنامج داخل الكمبيوتر. والفكر الثالث اللي هو sequential execution of instruction، لازم يكون في نوع من التتابع في تنفيذ الأوامر المختلفة. طبعا بالنسبة للفكرة الأولى اللي هي بتعتمد انه يكون في عنا four subsystems، هي ممكن نقول عنها four components، يعني عشان ما احنا صعبش الدنيا على حالنا. four components، المكون الأول يعني لازم يكون في عنا أربع مكونات. المكون الأول هو الميموري، الذاكرة بالنسبة لنا هي the storage area of programs and data. هذا المكون أو هذا الديفايس أو هذا السبسيستم هذا يستخدم لتخزين البيانات وتخزين البرامج. المكون الثاني من مكونات الأربعة اللي هو الـ ALU، Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit هي المكون المسؤول عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، وهي زي ما انتم شايفينها في الدياجرام وفي الصورة اللي أمامكم figure 1.5 the von Neumann model، اللي هو فعليا بتكون من الداخل. لو طلعنا كلمة كمبيوتر موجود فيها اللي هو الميموري، وجنب الميموري موجود فيها Arithmetic Logic Unit ALU. مش لازم ننسى المصطلحات هذه، ALU Arithmetic Logic Unit لها علاقة بإجراء عمليات الحسابية والمنطقية. العمليات الحسابية طبعا جمع وطرح وضرب وقسمة، العمليات المنطقية هي الخاصة بالمقارنات، أكبر من أصغر من لا يساوي ويساوي، كلها تعتبر عمليات منطقية. Control Unit اللي هي وحدة التحكم، طبعا وحدة التحكم هذه مسؤولة عن التحكم في العمليات الحسابية اللي بتتم داخل الـ Arithmetic Logic Unit، هي مسؤولة عن التحكم في الذاكرة، نقل من الذاكرة وإلى الذاكرة يعني كتابة قراءة، والتحكم في المكونات الداخلية اللي هي الـ Input Output Devices، تتحكم من أي جهاز ممكن يشتغل أي جهاز ما يشتغلش في هذه اللحظة، كيف تنتقل بيانات، هل من الذاكرة أو إلى الذاكرة، هل من الذاكرة الـ ALU أو بالعكس. كل هذا بيتم التحكم فيه من خلال ما يسمى بالكنترول يونت. فزي ما احنا شايفين في الدياجرام، المكونات الأساسية للفون نيومان موديل، في عندي input data، الانبوت data هذه بتخش من خلال input output devices،
الانبوت اوتبوت ديفايسز ينقل هذه البيانات الى الميموري ذاكره، فسواء كانت بيانات او برامج، من خلال الميموري تتصل الميموري مع الارثمتيك لوجيك يونت بالتحكم الكامل من الكنترول يونت، بتتم تنفيذ العمليات الحسابيه والمنطقيه داخل الارثمتيك لوجيك يونت، وبعد ما نحصل على نتيجه بتتم تصدير النتيجة هذه للميموري، الميموري بتبعث النتيجة إلى الانبوت اوت. طبعا هنا في الحالة الأولى لما كانت انبوت داتا كانت بتتم من خلال انبوت ديفايسز، لما تتم العملية وتتم المعالجة بتتم إرسال النتيجة من الميموري للأوتبوت ديفايسز، اللي هي بالنسبة لنا هتكون إما الشاشة وإما برينتر وإما أي مكان آخر، هيتم الحديث عنه تفصيلا لاحقا. لكن مبدئيا على حسب الفون نيومان موديل هذا هو السيناريو اللي بيتم، من اول ما يتم ادخال البيانات من خلال الانبوت ديفايسز، لما يتم تخزينها في الميموري، وبعد هيك العمليات الحسابيه تجرى والمنطقيه في الارثمتيك لوجيك يونت بالتحكم الكامل بالكنترول يونت، النتيجه تعود مره اخرى الى الميموري، ومنها الى الاوتبوت ديفايسز، ومنها الى اليوزر او المبرمج اللي بيستخدم هذا الكمبيوتر. هذا المكون الاول، الفكره الاولى من الفون نيومان موديل اللي هو ما الفور subsystems. الفكرة الثانية للفون نيومان موديل انه بقول لك لازم يكون في عندنا stored program concept. الفون نيومان موديل states that program must be stored in memory. وين هذا البرنامج بده يكون موجود؟ يعني مسبقا احنا بنحضر برنامج، البرنامج هذا بده يكون مخزن داخل الذاكرة، يعني احنا بنعمل له loading داخل الميموري الموجودة داخل الجهاز، وبعد هيك بيتم انه البرنامج بيتحكم في البيانات اللي دخلت على الكمبيوتر، إذا في عملية حسابية بنفذها من الـ ALU، إذا في عملية منطقية بنفذها، النتيجة في الآخر بيعرضها على الشاشة. The memory of modern computers hosts both program its corresponding data. الميموري هذه طبعا زي ما حكينا قبل شوي إنه هي بتحتوي على البرامج وبتحتوي على الداتا بنفس المنطق، و بيتم معالجة هذه البيانات حسب الأوامر الموجودة داخل هذا البرنامج. المكون الثالث اللي هو Sequential Execution of Instructions. هذا البرنامج يتكون مجموعة من الأوامر، الفكر الأساسي أنه يتم تنفيذ هذه الأوامر بشكل متسلسل، بشكل متسلسل يعني بترتيب من الأول في الثاني في الثالث حتى النهاية. A program is made of finite number of instructions. الفكر الأول إنه البرنامج طبعاً بيتكون من عدد محدد من الأوامر، طبعاً هيكون محدد لأنه بحجم معين وبدي أدي مهمة محددة. The control unit إيش بتعمل؟ الكنترول يونت بتقوم بثلاث مهام رئيسية في الفون نيومان موديل. أول مهمة بيسموها fetches one instruction from memory. fetch معناها search for specific instruction، يعني الفيتش هنا بتعمل على انها تبحث عن امر معين داخل الذاكره وبتحضرها، تجيب هذا الامر من الذاكره للتنفيذ في الـ ALU مثلا او على حسب ايش هي العمليه المطلوبه. ففيتش معناها انها بتبحث عن امر او الامر المفروض يتنفذ، يعني احنا قلنا انه البرنامج بيتكون من عده اوامر، الاوامر هذه يجب تنفيذها بشكل متسلسل. فالان الكنترول يونت بيمشي على هذا التسلسل، بروح بيجيب الامر اللي عليه الدور، يعني الان امر عليه دور واحد، بروح يجيب الامر الاولاني الموجود في البرنامج وبنفسه بيبعته، لا مش هو اللي بينفذ، هو بيبعث الامر هذا للتنفيذ في داخل الـ ALU. فعمليه الفيتش هي احضار الامر اللي عليه الدور في التنفيذ باختصار. انتربريت ات بدي يعرف شو هذا الامر، بدي ترجم انتربريت معناه يفسر الامر، الامر اللي جابه من الميموري اللي هو موجود داخل البرنامج، هذا هو الامر ايش بيعمل، هل هو عمليه حسابيه اد، هل هو سبتراكت طرح، هل هو قسمه، هل هو ضرب، هل هو كذا. مين اللي بيعرف او بتعرف على هذا الامر؟ هو الكنترول يونت. فالكنترول يونت بتعرف على طبيعه الامر، ايش العمليه الحسابيه المطلوبه. بعد ما يتعرف على العملية الحسابية المطلوبة بيتم الحالة الثالثة أو بيتم الوظيفة الثالثة، أنه بيعمل على أنه ينفذ هذا الأمر. طبعا كلمة هنا التنفيذ معناه أنه بيفعل
الـ ALU، يعني إذا عملية جمع حيخلي الـ ALU تنفذ عملية جمع، إذا ضرب وهكذا. فهذه كلمة execute معناها تنفيذ، بينفذ الأمر اللي أحضره من الميموري وتعرف عليه وعرف شو هو طبيعته، وبعد هيك بقول إنه كيف يتنفذ هذا الأمر. The instructions are executed one after another. طبعاً طبيعي إحنا قلنا تسلسل، يعني البرنامج متسلسل، فالأوامر سيتم تنفيذها واحد بعد الثاني، واحد بعد الثاني حسب ترتيب البرنامج. هذا باختصار هو فكر العمل من خلال فون نيوما موديل. بعد هيك بنتكلم عن الكمبيوتر كومبوننتس. الكمبيوتر is made up of three components: computer hardware, data and computer software. طبعا في عالم الكمبيوتر في عندنا الحاجات الثلاثة هذه بشكل أساسي، اللي هي كمبيوتر هاردوير، يعني المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر. بنتكلم عن البيانات اللي هي بتم معالجتها طول الوقت اسمها داتا. وبعد هيك بنتكلم عن الكمبيوتر سوفتوير. كمبيوتر سوفتوير اللي هي بنسميها ممكن نسمي كلمة سوفتوير بروجرامز، وممكن نقول عنها سوفتوير، أي اصطلاح صحيح. كمبيوتر هاردوير today has four components under the von Neumann model. الكمبيوترز الهاردوير تبع الكمبيوتر الموجود حاليا بتكون من أربع مكونات أساسية تتبع اللي هو الفون نيومان موديل. زي ما انتم شايفين في الصورة، المكونات الرئيسية للهاردوير اللي هي CPU، نسميها Central Processing Unit كمكون أساسي. CPU زي ما انتم شايفين من الداخل موجود رأس هذا الشكل، هذا الشكل اللي بيشير عليه السهم، زي انتم شايفين السهم الماوس، هذا الشكل دائما يدل على الـ ALU، دائما يدل على الـ ALU. الـ ALU هذه موجودة وين؟ داخل الـ Central Processing Unit بنسميها، اللي هو المعالج حاليا بنقول عنه، أو البروسيسور تجاوزه. هذا بيتكون البروسيسور من عدة مكونات، زي ما هنشوف كمان تفصيلا بعد هيك خلال الكورس، إنه الـ CPU بيتكون من الـ ALU، بتكون من كنترول يونت، بتكون مجموعة من الريجسترز اللي هي بهذا الشكل، بتكون على شكل راك، وبكون في عندنا حاجة اسمها كاش ميموري، هذا بعدين إن شاء الله حناخده بالتفصيل. فالمكون الأول للهاردوير اللي هو CPU Central Processing Unit. المكون الثاني هو الميموري، وقلنا أن الميموري هي بتحتوي على البيانات والبرامج. والمكون الثالث اللي هو Input devices. Input devices زي إيش؟ Input devices زي الكيبورد، زي السكانر، زي الماوس، زي الديجيتال كاميرا. كل هذه تعتبر Input devices. Output devices المكون الرابع من مكونات الهاردوير اللي هو المونيتور، السكرين، الشاشة، ممكن يكون برينتر، وفي عنا في عنا الميديا اللي بتعمل على تخزين البيانات، بنعتبرها زي ايش؟ input and output، لان لما بناخذ منها بيانات بنتعامل معها على انها input devices، ولما بنيجي نخزن المعلومات فيها مره اخرى بنعتبرها output devices. ان شاء الله سنقوم بشرح تفصيلي فيما بعد، لكن احنا الان نتكلم عن اربع مكونات اساسيه للهاردوير موجوده في اي كمبيوتر موجود حاليا. بعد هيك بدنا نتكلم عن storing data. storing data يعني تخزين البيانات. store data in the form of electrical signal, specifically its presence or absence. البيانات بيتم تمثيلها يا جماعة بحالتين، حالة 0 وحالة 1. هذه الحالتين كلمة presence يعني موجود اللي هي 1، وكلمة absence اللي هي غايب يعني صفر، يعني موجود ومش موجود، بمعنى 1 and 0. هذا المنطق بسموه binary numbers. binary numbers اللي هي 0 and 1، ما فيش، يعني بسموه العدد الثنائي. العدد الثنائي يعني اثنين، حالتين، حالة الزيرو وحالة ال1، وهذه الحالة اللي بتخزن عليها اي بيان في الدنيا. يعني البيانات والبرامج بيتم تخزينها في الذاكرة على شكل zeros ones، تمام؟
هذا هو منطق التخزين بالنسبة للبيانات داخل الكمبيوتر. كيف يتم تنظيم البيانات داخل الكمبيوتر؟ Data organization, all the data should be stored only in one form. طبعا زي ما اتفقنا انه البيانات كلها بتم تخزينها في على شكل بس باينري باترن، بين شكل ثنائي، شكل ثنائي هو 0 وال1 inside the computer. Data outside the computer can take many forms. داخل الكمبيوتر البيانات كلها 0 وال1، عشان هيك اصلا بيسموا الكمبيوترز هذه بسموها الأجهزة الرقمية. الأجهزة الرقمية اللي هي بتعتمد على القيم الثنائية للأرقام أو للبيانات، ففي الداخل بتكون تمثيلها 0 and 1، وفي لما تطلع على شكل معلومات بتاخد عدة أشكال، الأشكال هذه ممكن تكون numbers data come in different forms، ممكن تكون numbers أرقام، ممكن تكون نص text، ممكن تكون images صور، ممكن تكون audio ملفات صوتية، وممكن تكون فيديو. هذا بالنسبة للأشكال تبعت البيانات بعد الإخراج أو بعد ما تصبح معلومات. requirements بعد هيك بتكلم عن requirements of von Neumann model. إيش متطلبات للفون نيومان model؟ بشكل أساسي يعني زي ما أنتم شايفين، خليها يعني الناحية اللي على اليمين، مطلوب انه يكون في بروجرام، مطلوب انه يكون في داتا، بروجرام يعني برنامج، داتا يعني بيانات، وميموري يعني التخزين. البرنامج والبيانات مخزنة داخل الميموري، داخل الميموري. البرنامج زي ايش؟ The program must be stored in memory as figure 1.6. The program must be a sequence of instructions زي ما ذكرنا سابقا. بالنسبة للبيانات، input first data item into memory، لازم نحط البيانات في بشكل أساسي حسب تسلسلها برضو في استخدامها في البرنامج. input second data item into memory، بنحط أول إشي البيان الأول بعدين البيان الثاني. add the two together and store the result in memory. لو كان البرنامج في بيتكلم بهذا التسلسل، إنه أولا ندخل القيمة الأولى وبعدين ندخل القيمة الثانية وبعدين اجمع القيمتين مع بعض وبعدين أخرج الناتج، فسيتم العمل بهذا التسلسل وإخراج البيانات على الشاشة. بعد هيك بنستعرض موضوع الألغوريثمز. الألغوريثمز معناها خوارزميات، والخوارزميات هي معناها باختصار في كلمة واحدة أو كلمتين طريقة الحل. طريقة الحل هذه بتلزم دائما في البرامج بشكل أساسي، في أمور حياتنا كلها ممكن نستخدم كلمة خوارزمية أو طريقة الحل. بالنسبة للبرامج اللي هي الخطوات، كلمة algorithm هنا الخطوات التي تصف الحل. يعني قبل ما نعمل برنامج لازم نعمل خوارزمية. الخوارزمية هذه بتقول إيش، بتعرض خطوات حل المشكلة بدون ما نستخدم أي لغة برمجة، نكتبها بشكل وصفي أو بشكل نصي بشكل عادي إنه كيف بدنا نحل مشكلة معينة. فهذه بتسبق هذه الحالة، حالة الألغوريثم، بناء الألغوريثم تسبق حالة إنه إحنا نكون برنامج أو نقوم ببرمجة الألغوريثم. أو فعليا إحنا لما بنعمل برنامج بنعمل برمجة الألغوريثم، يعني بنحول الخوارزمية هذه إلى برنامج. A programmer should first solve the problem. لازم البرنامج يكون، المبرمج يكون فاهم كيف يحل المشكلة ولازم يحلها in a step by step manner. And then أولا لازم يكون في عنده طريقة حل للمشكلة اللي هو بدي يعالجها، ويحط خطوات متسلسلة step by step، خطوة بعد خطوة، خطوات متسلسلة عشان يحل هذه المشكلة. بعدك try to find the proper sequence of instruction that solves the problem. لازم إنه يجد التسلسل المناسب اللي يحطه فيه للأوامر اللي هو هيعملها عشان يحل هذه المشكلة. The step by step solution is called an algorithm. هنا تعريف بسيط إنه حل المشكلة خطوة بخطوة يعتبر اسمه إيش؟ algorithm أو خوارزمية. بيلزم بعد هيك عشان البرنامج يتنفذ بيلزمنا حاجة اسمها operating systems.
اوبريتنج سيستمز اللي هي انظمه التشغيل. وانظمه التشغيل فور بشكل اساسي ان اوبريتنج سيستم originally worked as a manager to facilitate access to the computer component for a program. عشان برنامج يشتغل لازم حد يعرف البرنامج على المكونات الأساسية للكمبيوتر، وحد يعمل تنسيق ما بين البرنامج وما بين المكونات الأساسية للكمبيوتر، زي ما قلنا قبل شوي CPU والميموري والانبوت اوتبوت ديفايسز. مين اللي بيقوم بهذا الدور؟ هو ما يسمى بالاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. نظام التشغيل بشكل أساسي بيعمل على إيش؟ هذا مكتوب worked as a manager. manager اللي هو المدير تبع الجهاز، أو المدير تبع الجهاز اللي بيقوم بالتنسيق بينه وما بين أي حاجة أخرى، أي مكون آخر أو أي مستخدم أو أي مبرمج. فبيعمل على إيش هذا الفكر؟ هذه الإدارة تعمل على إيش؟ facilitate يعني إيش؟ تسهل access of the computer components، بتسهل على البرنامج انه كيف يصل الى مكونات الكمبيوتر المختلفة. طبعا بتسهل صراحة، بتسهل على البرنامج، بتسهل على المبرمج، وبتسهل على المستخدم اللي هي انظمة التشغيل للوصول الى المكونات الرئيسية تبعت الكمبيوتر. بشكل اساسي في عنا هيستوري. الهيستوري انا هشرحه في درس منفصل عشان ما يكونش الفيديو طويل. بشكركم على هذا المستوى، وإن شاء الله بتكلم معاكم في الدرس القادم إن شاء الله.